ساديو ماني يرفض مصافحه يورجن كلوب المدير الفني بتاع ليفربول، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، انا احمد القاضي صحفي رياضي، فاتمنى انك تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكوره في فيديوهات صغيره. وتعالوا كده نروح نشوف الموضوع بتاع ان ساديو ماني رفض انه يسلم على المدرب بتاعه او المدير الفني بتاع الفريق اللي هو ينتمي ليه. عقب المباراه طبعا يورجن كلوب فراح سلم على اللعيبه بتاعه اليونايتد، وبعدين راح علشان يسلم على ساديو ماني، فمد ايده، فساديو ماني تجاهل ايده خالص مع انه شافها، لان الكاميرات موضحه جدا ان هو شافها، ورمى حاجه من ايده، بعدين راح ماشي على طول ساديو ماني زي ما انتم شايفين قدامنا في الصوره كده. طبعا الموضوع كله بقى ان بدات الناس تتكلم فيه، فالناس كلها اللي بدات تتكلم على نقطه ان طبعا طب مفيش حاجه حصلت علشان مثلا هو يعمل كده، طب ايه اللي خلاه يعمل كده مثلا؟ هل ممكن علشان يورجن كلوب مثلا دخل ساديو ماني في الشوط الثاني وما استعانش بيه من بدايه المباراه؟ ممكن يكون ده السبب. انا بقول لك ان ممكن يكون ده السبب الرئيسي او السبب الوحيد في ان ساديو ماني ما يصافحش المدرب بتاعه، وهو ان طبعا استعان بيه في الشوط الثاني. طبعا بدا المباراه بجوتا البرتغالي، وعلشان كده ممكن يكون ساديو ماني هو اتضايق بسبب نقطه زي كده، علشان ما فيش اصلا اي حاجه حصلت تخلي ساديو ماني يزعل او يتضايق بعد المباراه. ده خصوصا طبعا ان انت فايز، يعني انت فايز المفروض ان ما فيش اي حاجه تضايقك، ما فيش اي حاجه تنرفزك، ده بالعكس انت المفروض تبقى في قمه السعاده. انت فايز على مانشستر يونايتد وفايز كمان بفرق كويس جدا، وهو 4-2، فانت فارق الفرق 2، فالموضوع في حد ذاته جميل، يعني ما فيش حاجه تضايقك ولا فيش حاجه تزعلك. ده كان الموضوع باختصار شديد جدا. اتمنى انك تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس.